السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتساءل ما هو الفرق بين مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع الثاني؟ سنحاول أن نبين ذلك. لدينا كما تلاحظون معي مجرى الدم وهو عبارة عن عروق دموية، لدينا كذلك خلية. لاحظوا معي على مستوى غشاء السيتوبلازم لهذه الخلية توجد مستقبلات نوعية للأنسولين، لدينا كذلك نواقل للجليكوز هي عبارة عن قنوات تمر عبر جزيئات الجليكوز. إذا بعد تناول وجبة غذائية غنية بالسكريات تخضع هذه السكريات للامتصاص على مستوى المعي الدقيق، فنسجل ارتفاع لكمية أو نسبة الجليكوز في الدم. هذا الارتفاع يؤدي في الحالة العادية كما سنلاحظ إلى تحفيز أو إرسال إشارات إلى الخلايا البنكرياس البيضاء لتحفيزها لإنتاج هرمونات أنسولين. هرمونات الأنسولين يتم تثبيتها على المستقبلات كما تلاحظون معي هنا، المستقبلات النوعية للأنسولين، الشيء الذي يمكن من مرور أو دخول جزيئات الجليكوز. فعلا هناك تسرب كمية من جزيئات الجليكوز داخل الخلية. في هذه الحالة كما نلاحظ تحصل الخلية على حاجيتها من الجليكوز الذي تستعمله للحصول على الطاقة، ونسجل كذلك على أن كمية الجليكوز على مستوى الدم تنخفض. لكن في حالة مرض السكري من النوع الأول، لاحظوا معي كمية الجليكوز في الدم مرتفعة بعد تناول وجبة غذائية، لكن الملاحظ وهو أن كمية الأنسولين ضئيلة جدا. فعلا أشرنا إلى ذلك في الفيديو السابق، بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول هناك مشكل مناعي بحيث يتم إنتاج مضادات السام تدمر الخلايا البنكرياس بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين. إذا في هذه الحالة الشخص يعاني من نقص في هرمونات الأنسولين، وبالتالي عدم تثبيت الأنسولين على المستقبلات النوعية ينتج عنها عدم دخول الجليكوز داخل الخلية. لاحظوا معي نتائج ذلك، أن كمية الجليكوز التي حصلت عليها الخلية ضئيلة جدا، بينما على مستوى الدم هناك كمية جليكوز مرتفعة. إذا جزيئات الجليكوز لا تتمكن من الدخول داخل الخلية فتبقى على مستوى الدم، لذلك يكون تركيز الجليكوز في الدم مرتفعا. بالنسبة للمرض السكري من النوع الأول، في هذه الحالة المريض يحتاج ضروري لأخذ حقن من الأنسولين. إذا في هذه الحالة العلاج الوحيد بالنسبة لهذا الشخص في حالة مرض السكري النوع الأول ضروري أن يأخذ أو يحصل على الأنسولين. بالنسبة لمرض السكري النوع الثاني، لاحظوا معي أن كمية الأنسولين متوفرة بطبيعة الحال كبيرة، إذا هناك إفراز الأنسولين بكميات كافية، لكن المشكل يوجد على مستوى المستقبلات النوعية للأنسولين. هذه المستقبلات لا تمكن بطبيعة الحال جزيئات الجليكوز من التسرب داخل الخلية رغم توفر هرمونات الأنسولين. لاحظوا معي بطبيعة الحال على أن كمية الجليكوز التي تحصل عليها الخلية ضئيلة جدا، بينما على مستوى الدم هناك ارتفاع لكمية الجليكوز بطبيعة الحال كما نلاحظ هنا. في هذه الحالة العلاج يكون على 3 مستويات، إما على مستوى غشاء الخلية، في هذه الحالة الدواء المستعمل ينشط أو يسهل أو يساعد على دخول الجليكوز داخل الخلية. على مستوى الأمعاء، في هذه الحالة الأدوية تخفض من امتصاص الجليكوز على مستوى الأمعاء كما أشرت. والمستوى الثالث في هذه الحالة وهو مستوى الكبد، الأدوية تقلل من كمية الجليكوز التي يتم تحريرها من طرف الكبد. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.